عجة البطاطس من الوصفات اللي تقدري تعتمدي عليها لو عايزة تعملي وجبة غداء أو عشاء بشكل سريع. طعمها حلو قوي ومكوناتها بسيطة، ودي الطريقة البديلة للعجة الأصلية اللي بنعملها بالخضرة. لو جربتي الطريقة دي إن شاء الله هتعجبك وهتعمليها باستمرار. وعلشان تعرفي الطريقة، في الأول كده بسم الله هنحتاج لثلاث بصلات بحجم وسط، هنقطعهم شرايح أو مكعبات صغيرة، وهنحتاج كمان ربع كوباية زيت. وهنبتدي في الأول نسوي البصل، واثناء ما البصل بيستوي هنبتدي نحضر باقي المقادير. هنزل بالبصل وهقلبه من وقت للتاني. انا عايزه البصل يدبل بس، فعلشان كده مش هعلي النار، هخلي النار وسط علشان البصل ما ياخدش لون احمر قوي، انا عايزاه يدبل بس. فهقلب البصل تقليبتين وهقشر وحدتين من البطاطس بحجم برضو وسط، وهبتدي ان انا ابشرهم بالمبشره. بعد ما هخلص كمية البطاطس هحط البطاطس المبشورة في مصفى وهضغط عليها ضغطة بسيطة، انزل المية الزيادة اللي فيها. هركن البطاطس على جنب وهرجع للبصل بقلبه من وقت للتاني لحد ما يدبل بالشكل ده. نطفي النار ونكتفي بالتسوية كده، ونحضر خليط العجة. ومعايا كوباية لبن وزنها ربع كيلو تقريبا، هضيف للبن بيضتين، وهنبتدي نتبل. معايا معلقة صغيرة فلفل اسود، وزيها بهارات مشكلة، وجنزبيل بودر، وبابريكا، ومعايا كمان نص معلقة صغيرة قرفة، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة ممسوحة بيكنج بودر، واربع معالق كبار دقيق. بعد كده هبتدي اقلب بالمضرب السلكي اليدوي او بالشوكة. تقلبي الخليط كويس قوي لحد الدقيق ما يدوب خالص باللبن ومبقاش فيه اي كتل. بعد كده نبتدي نضيف الخضار، وانا معايا كمية معقولة من الفلفل، فلفل الالوان والفلفل الرومي، ممكن تحطي فلفل حار كمان، واربع وحدات من الطماطم متقطعين مكعبات صغيرة. نزلت بعد كده بالبطاطس المبشورة والبصل وشوية صغيرين من الزيتون المخلي. اضافة الزيتون هنا اختياري، يعني ممكن تضيفيه وممكن تستغني عنه. الكميات كمان حسب ما انت بتحبي، يعني ممكن تزودي في كمية البصل اكتر من كده، وممكن تزودي في كمية الفلفل او الطماطم او تقلليها. قلبت المكونات كلها مع بعض، وهي دي كل مكونات العجة. بدأت ان انا افضيها في القالب او ممكن تفضيها في الصينية. بساوي العجة كويس، بعد كده هبتدي ان انا ادخلها الفرن. الفرن لازم يكون سخن من الاول، وبحط الصينية على الرف اللي في النص. احنا هنحط اضافة تاني بس بعد ما نسوي العجة نص تسوية، فانا هحطها على الرف اللي في النص، والنار عندي شغالة من تحت بس. الفرن عندي مظبوط على درجة حرارة 220، وحطيت العجة لمدة ربع ساعة. بعد كده طلعتها وهي نص تسوية، وهحط شوية جبنة موتزاريلا على الوش. لو انت حابة تعمليها بالجبنة الموتزاريلا فتمام قوي، لو مش حابة ممكن تكتفي بالعجة زي ما هي كده، بس في الوقت ده هتسيبيها نص ساعة في الفرن. انا حطيت شوية جبنة على الوش، وزودت كمان شوية زيتون صغيرين، ودخلتها الفرن ربع ساعة كمان. هي نفس النار شغالة من تحت، ودرجة الحرارة ثابتة، وحطيتها برضو على الرف اللي في النص. يعني التسوية ثابتة معانا ربع ساعة نص تسوية، بعد كده ربع ساعة تاني بعد اضافة الجبنة، وطلعت بالشكل ده مستوية كويس قوي، طعمها جميل جدا. ولو حبيتي تحطي جبنة رومي مبشورة في خليط العجة، ده هيخلي طعمها طبعا في حتة تانية خالص. ممكن تحطي الإضافات اللي بتحبيها، وممكن تكتفي بكده، بس جربوا طريقة النهاردة إن شاء الله هتعجبكم جدا وهتعملوها باستمرار. والسلام عليكم.